إذن نحن سنبدأ هذه المحطة الأولى من حوارنا في هذه الساعة، وسنحاول أن نركز بشكل كبير على ما خلص إليه المجتمعون في الدوحة في جلستهم الثانية اليوم الجمعة التي بدأت بالأمس الخميس والجمعة، وانتهى الموضوع إلى تفاؤل أمريكي وحذر أو تحفظ من حماس، وجولة أخرى ستعقد في أول الأسبوع القادم في القاهرة. سأناقش هذا الموضوع من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل أهلا بك. من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان. دكتور صدقيان أهلا بك. ومن القاهرة رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير غطاس. دكتور سمير أهلا بك، وسأبدأ معك الحقيقة. خلينا ناخذ موقف حماس الأول دكتور طبعا. سمير وهو قال إنه ما عرض عليهم يختلف ويتنافى تماما على ما اتفق عليه في 2 يوليو الماضي، بمعنى أو بآخر هناك تحفظ قد يقترب من الرفض، عشان نكون دقيقين، لموقف حماس لما خلص إليه المجتمعون في الدوحة. ما الفروق في اعتقادك التي فوجئ بها الحمساويون فيما يتعلق بما عرض عليهم إذا ما قرن يعني بالثاني من يوليو الماضي؟ يعني أولا علينا أن نقول أن هذا الرد هو رد متسرع، وتعودنا أن يكون أكثر من رد لدى حماس، وأكثر من ناطق باسم حماس، وأكثر من تصريح باسم حماس، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على ما صدر من تصريح متسرع على أنه هو الموقف النهائي لحركة حماس. هناك يجب أن تكون مشاورات، فكما قيل في التصريحات السابقة وكما نعرف جميعا أن القرار في النهاية يعود إلى السنوار، وكان هناك تصريح قبل التصريح الذي استمعنا إليه أن هناك صعوبة في التواصل مع السنوار، وكان في السابق يقال أنه نحتاج إلى 36-48 ساعة إلى 36 ساعة حتى نصل إلى اتصال مع السنوار، ومن ثم أنا أعتقد أن هناك مهلة ومتسع من الوقت لصياغة رأي متكامل من قبل حماس قبل التسرع في إصدار أي قرار سواء بالسلب أو الإيجاب. دعني أولا أحلل البيان الذي صدر في نقاط وهي هامة للغاية. واحد، أن البيان يقول أنه اعتمد على مبادرة الرئيس بايدن التي صدرت في نهاية شهر 5 الماضي، وبالتالي هو يحدد المرجعية، وهذا يتفق مع ما تطالب به حماس. هذا نمرة واحد، ويقطع الطريق ربما على اللقات التي وضعها نتنياهو، 5 لقات إذا لم تكن 6 التي وضعها نتنياهو على هذه المبادرة. هذا نمرة واحد. نمرة اثنين، البيان بصراحة شديدة يقول أنه لم يعد لدينا لا وقت ولا أعذار للتحجج بقبول أو رفض هذا الاتفاق، وبالتالي هذا الاتفاق يعني صيغة تيكت أور ليفت، بمعنى يتأخذ هذا الاتفاق يا تتركه، لا يمكن التفاوض مرة أخرى على هذا الاتفاق. نمرة ثلاثة، حدد أن هناك فرق فنية تترجم ما تم الاتفاق عليه إلى خرائط، وقلنا قبل ذلك أن هناك فرقا فنية كانت يعني جاهزة لرسم خرائط، بمعنى أنه إذا هناك انسحاب من المحاور فالانسحاب إلى أين، المرور من أي طرق إلى آخره، كل هذا يحتاج إلى فرق فنية تعد هذه المسائل، وهي ستعمل من هذا اليوم إلى يوم الخميس القادم إن شاء الله عرض الاجتماع مرة أخرى للتوصل إلى اتفاق أو ترك الاتفاق. نمرة أربعة، أن الاتفاق حدد، البيان حدد أن الهدف من الاتفاق هو أولا إطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، ومن ثم الاتفاق على وقف لإطلاق النار وإدخال المؤن إلى آخر هذه الديباجات. وبالتالي أنا أعتقد حدد نمرة خمسة، حدد يوما قاطعا هو نهاية هذا الأسبوع، قبل نهاية هذا الأسبوع الاجتماع في القاهرة. هذه الفسحة من الوقت تعطي للطرفين سواء إسرائيل نتنياهو أو سواء السنوار للرد بشكل متكامل إما بالسلب أو بالإيجاب. لا يمكن إعادة التفاوض مرة أخرى، ما هو واضح في البيان أنه لا يمكن إعادة التفاوض، وقلنا قبل ذلك أنه هذه الفرصة الأخيرة، لأن الولايات المتحدة
أولا منشغلة بانتخاباتها، ولأن هذا الاتفاق مرتبط بالوضع الإقليمي الذي ينزع فتيل الأزمة من المنطقة ولا يسمح لها بالتحول إلى حرب إقليمية. هذه هي النقاط الأساسية التي تضمنها الاتفاق. وبالتالي هناك عامل جديد أشرتم إليه في بداية النشرة، أنه بلينكين سوف يصل إلى، هو كان تأخر في زيارته الأخيرة، الآن يأتي إلى إسرائيل ربما ليقول لنتنياهو أن هذه هي أيضا فرصتك الأخيرة. كان هناك تصريح أمريكي واضح جدا قبل بدء المفاوضات في الدوحة، قال أنه لإسرائيل، إسرائيل انتهت من استنزفت قدرتها العسكرية، وأن الحل الوحيد لاستعادة الرهائن هو بالمفاوضات. أعتقد أن بلينكين سوف يأتي ليقول لنتنياهو أن هذه هي الفرصة الأخيرة، عليك أن تقبل ما تم الاتفاق عليه أو تترك الاتفاق وتنفتح المنطقة كلها على جهة. حماس الآن ترفض شروطا جديدة، تقول إن إسرائيل وضعت شروط جديدة في الاتفاق المقترح في الدوحة ونحن نرفضها. حماس ترفض، كلمة رفض مش تحفظ، كلمة من صريحة من في الاتفاقات. في اعتقادك يا دكتور سمير، معلش، من حماس يا أستاذ محمود؟ يعني أنا أقرأ عواجل الآن تأتينا على الوكالات، وبالتالي أنا أتحدث عن ما الذي تعتقد أنه وضع جديدا من قبل إسرائيل أو من قبل نتنياهو ورفضته حماس؟ خمس أكيد فكرة خمس الانسحاب نقاط. الانسحاب خمس نقاط من تفضل تفضل خمس نقاط كان حاول نتنياهو في مذكرة يقول أنها لتوضيح الموقف من 27/5، قدم في روما خمس نقاط وزادها بنقطة أخيرة أول أمس. النقطة الأولى أنه، وهي الأهم بالتأكيد، هو أنه من حقه أن يستأنف القتال إذا تم الإخلال بالاتفاق وبعد المرحلة الأولى. هذه نمرة واحد. اثنين، أنه يرفض الانسحاب من محور نتسريم ومن معبر رفح. ثلاثة، أنه يحدد من الذي يعبر من الجنوب، من النازحين من الجنوب إلى الشمال. خمسة، أنه له حق الفيتو على أسماء الرهائن الأسرى الفلسطينيين الذين يتم الإفراج عنهم وترحيلهم وترحيل بعضهم إلى الخارج. ستة، أضاف عامل جديد قال أن شمال قطاع غزة يجب أن يكون منزوعا بالكامل من السلاح. هذه النقاط التي أدخلها نتنياهو، أعتقد أنه يعني هناك صيغ حاول المجتمعون في الدوحة تربيع الدائرة، بمعنى إيجاد صيغ مقبولة لدى الطرفين. أذكر هنا بس بتصريح في غاية الأهمية في إسرائيل لم ينتبه إليه الكثيرين، رغم أن المحللين الاستراتيجيين في إسرائيل اهتموا به كثيرا. هو تصريح لهليفي. هليفي هو رئيس الأركان في إسرائيل، الذي قال موجها كلامه لنتنياهو أنه إذا تم الانسحاب من محور فيلادلفيا فإنهم، أي الجيش الإسرائيلي، يمكنه العودة. وبالتالي أعطى لنتنياهو سلم للنزول عن الشجرة التي صعد إليها. إذا قررت أن تنسحب من فيلادلفيا فإنه بعد ال 42 ساعة، أو إذا صدرت ال 42 يوما الهدنة، أو في أي وقت تشاء، يستطيع الجيش العودة مرة أخرى. فأعطى للوفد للمتحاورين في الدوحة ولنتنياهو سلم للنزول عن هذه المسألة. أعتقد أن الخرائط التي يتم الآن رسمها هي التي ستحدد الشكل. ولا مرة أخرى نسأل، من الذي أصدر البيانات في حماس؟ وأعتقد أنه من مصلحة حماس والشعب الفلسطيني التريث وإعطاء كلمته بعد دراسة متأنية، لأن الشعب الفلسطيني هو الذي يدفع ثمن الرفض أو القبول. لنكن دقيقين دكتور سمير، وأضيف على ما قاله الدكتور سمير، فعلا أننا في انتظار البيان الرسمي الموقع في النهاية باسم يحيى السنوار القائد لحماس كما يقولون. ولكن هذه إذا كان غازي حمد صرح أو قياديين في حماس صرحوا، فهي آراء هؤلاء القادة في حماس الداخل وحماس الخارج. فنحن لا نتعجل كلمة الرفض، ولكننا نناقش المواقف إن تأكد أنها رفض أو تأكد أنها تحفظ، والفرق بين الاثنين كبير جدا. طيب دكتور محمد صالح صدقيان، الكرة إلى طهران مباشرة. لماذا هذا السؤال دكتور صدقيان؟ لأنه وزير الخارجية الإسرائيلي لما التقى مع وزيري خارجية فرنسا وإنجلترا في تل أبيب اليوم، قال لهم خلي بالكم حماس هترفض، سترفض حماس حتى تعطي لإيران فرصة الرد. وبالتالي هل الموقف بهذه الطريقة دكتور صدقيان؟
تحية لك أخ محمود وإلى ضيوفك وللمشاهدين. أنا أعتقد حياتي. بأن هذين مسارين منفصلين، وإن كان الرد الإيراني يرتبط ب أو يأخذ بنظر الاعتبار، إذا صح التعبير يأخذ بنظر الاعتبار وقف إطلاق النار في غزة، وبالتالي لا يوجد هناك من مصدر رسمي إيراني يقول بأن إيران سوف تمتنع من الرد فيما إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. لكن الممثلية الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة قالت بأن إيران لديها أولويات، ومن هذه الأولويات هو وقف إطلاق النار في غزة، وقالت أيضا بأن الأولوية الأخرى أيضا هو الرد الإيراني على انتهاك السيادة الإيرانية. الآن يبدو لي بأن الرد الإيراني يأخذ بنظر الاعتبار كل الظروف الإقليمية والدولية، وحتى المباحثات التي جرت أمس واليوم في الدوحة ونتائج هذه المباحثات. لكن بشكل عام يجب علينا أن أن ننظر بشكل دقيق وواقعي للبيان الذي صدر اليوم. ما صدر اليوم من بيان، وإن كان وزير الخارجية القطري ورئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني قد اتصل بالمشرف على وزارة الخارجية الإيرانية مساء أمس الخميس ووضعه في صورة المباحثات التي جرت في الدوحة، لكن يعتقد بأن الولايات المتحدة لديها، هي صاحبة القرار في وقف إطلاق النار، وبالتالي حتى هذا البيان الذي صدر اليوم بعد انتهاء مباحثات الدوحة، هذا البيان لا يعطي لا يضع النقاط على الحروف، هو يضع كل الأمور يضعها بشكل هيلامي ويضع كل الاحتمالات متوفرة، ولم يعطي شيء، لأن أولا هذا البيان لم توقع عليه إسرائيل، وبالتالي يجب علينا أن نتذكر بأن حماس في السابق وافقت على المقترحات التي تقدم بها الجانب الأمريكي بواسطة مصر والدوحة، ووافقت حماس، لكن نتنياهو رفض المقترح الأمريكي، أصلا هو أمريكي. الآن مرة أخرى نعود إلى نفس المربع، وبالتالي يعني أعتقد بأن المشكلة مشكلة نتنياهو والمماشات أو المدارات الأمريكية لنتنياهو. الآن بلينكن يزور إسرائيل بعد هذه المباحثات، هل إن بلينكن هذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها إسرائيل، هذه المرة هل إن بلينكن يحمل يريد أن يتعامل مع نتنياهو بشكل ما رأيك دكتور صدقيان؟ لأن الدكتور سمير أشار لنقطة مهمة جدا، وهي فرصة خذ أو لا تأخذ مفاوضات الفرصة الأخيرة للطرفين لإسرائيل ولحماس، وأن بلينكين المرة هذه المرة يأتي لنتنياهو ليكون أكثر ضاغطا أكثر، وربما تصريحات الأمريكيين مختلفة شوية. هل أنت توافق على ما قاله الدكتور سمير بأنه هي مباحثات الفرصة الأخيرة، ما فيش مفاوضات أخرى، هذه المفاوضات الأخيرة كما تحدث البعض بأنها الفرصة الأخيرة للطرفين لإسرائيل وحماس؟ المشكلة صحيح، هذه نحن نقول بأن هذه مفاوضات الفرصة الأخيرة. ماذا يريد نتنياهو أن يعمل؟ لحد الآن لا توجد هناك مؤشرات لقبول نتنياهو، حتى زيارة بلينكين، هذه زيارة بلينكين هذه ليست المرة الأولى منذ في العشر أشهر الأخيرة، وكل مرة كان يأتي بلينكين إلى المنطقة هو كان يقول بأنه يريد وقف إطلاق النار. ودعنا نتذكر محمود، منذ شهر رمضان السابق كان هناك وقف إطلاق النار ومشروع تقدمت به الولايات المتحدة ووافقت عليه حماس، نتنياهو لم يوافق عليه. الآن أيضا نحن لا ندري هل أن نتنياهو يريد، أنا شخصيا أشكك في أن نتنياهو يقبل بمثل هذا الشروط أو وقف إطلاق النار، وهو يريد أن يمدد هذا الأمر إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية. إجابة أنت لم تجبني دكتور صدقيان، أنت مع الفصل أم الوصل؟ بمعنى هل موقف إيران منفصل عن إذا توصلوا لاتفاق في غزة الرد قائم فيه في الحالتين، أم أنه متصل؟ بمعنى إذا تم التوافق على غزة أكيد طهران لن تضرب،
أنا أنت محلل يعني لست مسؤولا إيرانيا، أنا أعرف سؤالي، لكن في إطار التحليل أنت في اعتقادك هناك وصل أم فصل ما بين الرؤيتين؟ الضربة قادمة بغض النظر عما يصل إليه المجتمعون، ولا إذا وصلوا لن يكون هناك ضرب؟ حقيقة محمود هذا الجواب على هذا السؤال صعب جدا. نعم. وما في وضوح ولا شفافية. لأن الإيراني لا يتكلم بوضوح أنه، لكن ما أعلمه أنا وما أقرأه وما سمعته أن الرد الإيراني. نعم. وتحديد الهدف موضوع على الطاولة من حيث تحديد الهدف بالمستوى والحجم الرد، وبالتالي كل الأمور مطروحة الآن. القيادة المختصة سواء كانت السياسية أو العسكرية تدرس كل التطورات الإقليمية، مستقبل المباحثات، هل هناك وقف إطلاق النار أم لا. وبالتالي الإيرانيون يقولون بأن الرد الإيراني حتمي، لكن ربما تؤخذ بنظر الاعتبار فيما إذا كان وقف إطلاق النار. الآن أنا أعتقد بأن مثل هذا البيان الذي ظهر، أنا لا أعتقد بأنه هو يدعو إلى الكثير من التفاؤل بإمكانية إطلاق النار وقبول نتنياهو لهذا العرض.